الكيك. نخليكم مع الوصفه. لهذا غادي نحتاجو 3 ديال البيضات. البيض غنديروه كامل، يعني ما غادي نحيدو لا صفر لا بيض، غنخليوهم كاملين 3 ديال البيضات. غنضيفو عليهم 125 غرام ديال سكر سنيده. هاد السكر هذا تقدروا تعبروه بكاس واحد ديال العنبه. ضيفوا عليه معلقه ديال سكر فاني وتحركوا مزيان مزيان. ضروري في هذه المرحله الاولى تحركوا حتى تضاعف لكم الكميه ديال الخليط ديالكم. المهم كل ما حركتوا كل ما كان مزيان. انا استعملت طراب يدوي، تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي، لكم الاختيار في استعمال اي طراب بغيتوا. هنايا غادي نضيف كاس ديال العنبه و 125 مليلتر ديال عصير الليمون، وغنضيف نفس الكميه ديال الزيت. قلت لكم تقدروا تعبروهم بكاس كاس ديال العنبه. هكا كنعطيكم العبارات بطريقه تقليديه و او ميم طون بالمليلتر او الغرامات. كنحركوا مزيان هذا الخليط ديالنا. ضروري كتبقاو تحركوا 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 حتى كتضاعف لكم الكميه وكتكون لكم بحال واحد الرغوه. هكذا كنعرفوا ان الخليط ديالنا وصل للقوام اللي حنا باغيينو. هنايا غادي نضيف جوج ديال القطع او مربعات جبنه كيري. غنحركوا مزيان مزيان حتى كيذوبوا لينا مع الخليط وما كيبقاوش باينين. هما اللي كيعطيونا واحد البنه وواحد الهشاشه للكب كيك ديالنا. غادي نحركوهم مزيان مزيان، وغنضيفو 4 ديال كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض اللي هي مقدار ديال 400 ديال الغرامات. دونك غادي نحركو حتى نشكلو العجين ديالنا اللي القوام ديالو غيولي على هذا الشكل هذا. وغادي نجيبو لفون ديالنا ديال الكب كيك. هنايا غلفتهم بالورق، تقدروا ديروهم عادي، ونعمر فيهم العجين ديالي. نديروهم في الفرن يطيبو اللي سخناه من قبل ودرناه على درجة حرارة 180. هنا وجدت الكريمة ديالي اللي غنحتاج ليها 200 مليلتر ديال القشدة الطرية تكون باردة، وسكر فاني معلقة. غنحركوهم مزيان 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 حتى تضاعف لينا الكمية ديال الكريمة ديالنا وتجانس لينا وتماسك لينا. سيغتو غنحصلو على القوام ديال الكريمة ديال الخليط اللي غادي نزينو بيه. وهذا علاش غادي نضيفو لها جبنة كيري تختينك مزيان باش تعطي لنا بنه وكريمه كلها جبن او تشيز كريم. دونك غادي نضيف هنايا جبنه كيري تختيني كويزين، غادي نلطها مع الكريمه اللي وجدناها ديجا من قبل، وغادي نحصلوا على واحد المكون كريمي متجانس وزوين وسورتو سورتو بنين. هاد الكريمه كتجي بنينه وكتزينوا بها لي كيك ديالكم وكتعطيكم منظر جد هائل وما كطيحش، كتبقى شاده. هنايا غنقسم الكريمه ديالي على جوج، غنخلي شويه بنكهه الفانيلا وغادي ندير شويه بنكهه الشوكولاته او نكهه الكاكاو. هنا ما غنضيفش الشوكولاته، غنضيف بودره الكاكاو. غنضيف تقريبا ملعقه كبيره باش تعطي لنا واحد اللون اللي هو خفيف. في الاول حاولوا تحركوا غير هكا بشويه لانه كيطير هذاك الكاكاو، من بعد كتحركوا بجهد حتى كتعطيكم اللون نتوما كتحكموا فيه. انا خليته هكا شوكولاتي خفيف. جبت لي كاب كيك ديالي من بعد ما خرجوا من الفران، تشوفوا كي كيجيو بعدا هشاشين. الجبنه كتخليهم رائعه وكتلعب الدور في البنه ديالهم. غنجيب هكا لا بوشادوي درت فيها الكريمه الاولى، وجبت شويه ديال لي فريز باش نزين بهم. غادي نبدا بالكاب كيك الاولى ديالي. غادي ندير ليها لا كريم اللي خليناها بنكهه الفانيلا. غادي تزينوا بالطريقه اللي بغيتوا. اكيد اكيد انا هنايا شادوي ديالي شكلت واحد القطعه زوينه من الفوق وزينتها هنايا بالفريز. غادي نعاود نصوب الثانيه باش نوريكم. دونك نتوما كتحكموا في التزيين ديالكم كيف ما بغيتوا. هنايا كذلك غنشكلها ونزينها بالفريز. وغادي نجيب القطعه اللي غادي نصوبها بالشوكولاته. الكب كيك ديالي اللي غنزينها اكيد بالشوكولاته، وحتى هي غندير لها نفس الشيء. وغادي نضيف عليها شويه ديال لي بيبيت دو شوكولا وشويه الشوكولات من الفوق كيف ما بغيتوا. ديروا اي نوع ديال الشوكولاته متوفر عندكم. هادو هما الاشكال النهائيه. صوبتها بلي كاب كيك ديالي، شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي تري بريزونطابل وزوينين وكيحمروا الوجه، والاهم من هذا بنانين. هذه بنكهه الفانيلا وهذه بنكهه الشوكولاته. تبقاو على خير وبالصحه والعافيه.